السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا السوشيال ميديا والابحاث مركزة او مع شات جي بي تي اللي هو من اوبن اي اي، كان هو الحاجة الوحيدة او الجهة الوحيدة، لكن مع البحث لقينا فيه بدايل قوية جدا، زي مثلا جوجل ريسيرش عاملة حاجة اسمها جلام، لكن هي حتى الان مش مطروح للناس، لكن هو المفروض ان هو قوي جدا، بيتكون من خليط من الخبراء، يعني هو في مجموعة من النماذج الفرعية المتخصصة اللي يقدر يجاوب على اي سؤال، ويعتبر من اكبر النماذج الحاليه، لان هو بيتكون من 1.2 تريليون معامل من خلال 64 نموذج فرعي خبير. ورغم من ضخامه، لكن هو ساعه لما بتساله سؤال ما بيكتفي بس ب 97 مليار معامل. ده من الحاجات القويه جدا، وجوجل شغاله فيها بقالها سنين، لكن هي ما طرحتهوش للناس العادية، مكتفية بس بمراكز الأبحاث. طيب الحاجة التانية، مثلا في عندنا جوفر، ده من الديب مايند، وده في سلسلة من نماذج اللغة متعددة المهام، تقريبا من 44 مليون معامل إلى 280 مليون، وهو هنا عامل مقارنة بين الجي بي تي 3 والجوفر والهيومن اكسبيرت. لو احنا جبنا خبير لغايه دلوقتي الانسان الخبير بيتفوق، لكن جوفر برضه متفوق على الجي بي تي، وبيديك امثله للمناقشات اللي حصلت، وده من الادوات القويه. يعني هو الشات جي بي تي ميزته ان هو بقى متاح للناس العاديه وسهل جدا الاستخدام وهكذا، لكن الميزه هنا ان ده برضه من الاوبن سورس. على فكره شات جي بي تي كان في بدايته اوبن سورس، يعني وحتى اوبن اي اي فكان مركزين قوي مع الاوبن سورس، لكن قفلوه. طيب بعد كده هنلاقي نفسنا رحنا لانفيديا ومايكروسوفت، عندهم حاجه اسمها ميجاترون تيورينج ان ال جي، اللي هو دوت نيوترال لانجويج جينيريشن موديل، ده متدرب بشكل حلو قوي بالتعاون مع مايكروسوفت وانفيديا. انفيديا من الشركات اللي بتستثمر كتير في الابحاث ديت بشكل رائع، وبتتيح لك ان انت تجرب الحاجات بتاعتهم، وتقدر هنا تدخل داونلود وتريننج وتبدا تشوف، وتقدر ان انت تعمل جوين ناو وتشترك معاهم في الابحاث بتاعتهم. والمعاملات اللي عندهم 530 مليار معامل، كل ما المعاملات بتزيد كل ما ده بيسهل او بيخلي قوة الاجابة اقوى. ديب مايند الموقع بنلاقي فيه حاجة اسمها شينشيلا، ده نموذج اخر من الديب مايند، الهدف تطوير نموذج بحساب اكثر كفاءة، بتدرب على 70 مليار معامل، تمام، بنفس ميزانية تدريب النموذج جوفر اللي هو كان 280 مليار معامل. بعد كده بندخل بقى على الباسويز لانجويج موديل اللي هو بالم، اللي هو برضو من الحاجات القوية في جوجل اهوت، ده نموذج اخر مكون من 540 مليار معامل، من احد النماذج القوية جدا اللي اقترحتها جوجل، بحيث ان هو بيقدر يعمل مهام كتيرة، نصوص اصوات صور، حاجة قوية جدا. وهينزل باسم ايه بقى؟ هينزل باسم بارد، عملت شات بوت مسميها بارد، هو معتمد على البلد. فدي حاجات قوية، زي ما انت شايف المستقبل منطلق في اتجاه التطوير الهائل في الشات جي بي تي، يمكن هو اللي عمل نقلة كبيرة في موضوع الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي، ان هو اطيح للعامة، يعني بقى مفتوح للناس كلها انها تدخل مش في مراكز ابحاث. لو عندكم اي اضافة ياريت تكتبوها لنا في التعليقات.